العاصمة من خلال يلعب حسين الشحات. إذا في ذات اللحظة بيراتش الجابوني يعطي امتلاكة المباراة، كرة ترجع بتشجيعات الآلاف ومتابعة الملايين، لاعبين صبيان صغار، خطيرة والحارس يتصدى وجول، الهدف الأول للنادي الأهلي والحكم يرضي يلغيه. 1-0 للأهلي، ولكن بيراتشو يقول فما فاول على كهربا، فما فار. بطولة للكونفدرالية أقوى، خطيرة جدا الدخلة من رضا والحارس بنبوت، خطيرة جدا على الفريق الجزائري، كورة بكورة، قلبة بقلبة، فرصة فرصة، روح بروح. الأهلي صفر، الاتحاد صفر. 90 في جوهانسبورغ في الاف بي ستاديوم بصاروخ أيمن مدرب وقت حتى عماد متعب العمدة دفاعي تاكلينج صحيح ورا في على الكورة، ترجع الكرة للفرقة الجزائرية. نذكر انه عبد الحق بن شيخة هو حامل لقب السوبر 2005. جيل بوتريكا وبركات وال محاولة التوزيع، الاهلي يسكر في الدفاع والكرة ما فيها على السنغال. 1-0، اعطاهم روح جديد ومحلل في قنوات البي سبورتس خاصة، ممتازة في دار الدفاع، ولكن عبد المنعم في التغطية بهدوء. الهدف وقيمة الهدف وقتاش يجي وقتاش يتحقق. ترجع كرة جزائرية، يخرج الكونتر اتاك، يلعب الكرة بعيدة البوتسواني وست أنتوني علي سنتر وموديست بالراس. فما ثلاثة، ربح كاس العرب على العربي الكويتي في صورة، يمشي في الدورة، حط الكرة عن طريق إمام عاشور، رامي ربيعة، يمشي الشحات، خطيرة من الشحات، ضربة ردم الاتحادي في كرة عرضية خطيرة والحارس شناوي من جديد، شناوي من جديد على كرة البوتسواني تومي سانج. ملعوبة، يرجع دفاع يغطي، الحكم يقول العب ما فيها شيء، التغطية ممتازة كانت من عبد المنعم. ملا فرصة للفرقة الجزائرية، ضاعت الكرة على إصبع تمشي كرة ملعوبة طويلة، يرجع بالكرة وسط الميدان كرة في الوسط. جلال القادري الناخب الوطني التونسي بعد هذا الهجوم الأهلاوي، كرة من معلول، يمشي معلول، هذه خطيرة والدفاع الجزائري، ديانجي عدي، ديانجي باسي، الدفاع يتصدى، اتشو يتفرج والدفاع يخلص، وبن بوت يعاني فيه هكذا أخطاء فردية. ترجع الكرة للفريق الأهلاوي، رضا صغيرة في الهدي بقيادة بنزيما، ومن جهة أخرى الدفاع الجزائري في الوسط يعاني، كرة خطيرة من كهربا والركنية للنادي الأهلي. أعليلات وأوتو كورنر للأهلي. يدخل منطقة الجزاء خطيرة، فدفاع الحكم كان قريب، شو يقول ما فما شيء، ألعب ما فما والو، والكرة ترجع للفريق المصري، ضيعها، ضيعها رضا سليم. واحتجاج جزائري هذه المرة، ورقة صفراء. أتشو يقول ضربة جزاء للويسما، بينالتي للسوستارا، ضربة جزاء للفريق. بالعيد زين الدين بالعيد وجول. 1-0 للويسما، 1-0 لأولاد الباشا، أولاد الباشا يتقدمون 1-0 عن طريق زين الدين العشاق. بينما الأهلي آخر كرة عرضية، كرة شحات ممتاز اللاعب هذا الشحات، اثنين ينطلق الفريق الجزائري، خطيرة ليندول، واحدة اثنين من عاشور، عاشور قوية فكرتها باهية، علي حاوزة ونجاح، يمشي علي لعبد المنعم، خطا فادح في الدفاع الجزائري، الدفاع الاتحادي ضرب في هذه الكرة، خطير النادي الاهلي يقترب من التعادل، والحارس، والحارس بن بوت، الحارس بن بوت ويرجع بالكرة مرة ثانية، والدفاع يعاني، واليسار يمشي الشحات والدفاع والركنية، وتواجد الأسماء المحلية في دورياتنا عكس الأفارقة، حاليا راحة في الدفاع الجزائري، واقف مليح، مسكر مليح، كل واحد عارف خدمته، كل واحد عارف مكانه، طريق زين الدين بالعيد. يا سيناريو ستيف وسيناريو الرجاء اللي حقوا بركلات الترجيح، والتسديدة من ديانج ولكن براوت. 6 فرق فقط، ثاني من ستاد مانيال ملعب المالي كوناتي، 22 سنة من عطايا، الانطلاق في النصف،
مروان عطيه الباس مكشوف يضغط للتعادل في اسرع وقت ممكن، ما يخرج من بوت، يخرج دي ومنطقه الجزاء، يغلق الدفاع الاهلي، لمسه يد من الجانب طاو، كره خطيره على منطقه الجزاء، صلاح محصي على اليمين، شحات بيرسي طاو، بيرسي درجه الكره تماس او درجه الكره عن طريق كهربا، كهربا عرضيه والحارس كلاكيت يخرجها الحارس بن بوت، أسامة بن بوت يخرج كتيرة، كهربا هو في خطة تكتيكي، خط تواصل منذ بداية اللقاء خاصة في الشوط الثاني، بعيدة بعيدة، كرة ممتازة جدا في دار الدفاع ولكن مستحيل يجيبها، أو التأمين والمحافظة من الفريق الجزائري، كرة صعبة على هاني عرضية وعلي معلول، خطيرة من علي، لا سهلة برشا من علي معلول، لم يحسن التنفيذ علي وفشل بالتسليم علي وضاعت عليها علي الممتاز بدخول بيرسي طاو، شحات خارج المناخ، كرة طويلة إمام عاشور ساري، كرة طويلة قدمت أداء غزير في الشوط الأول، عاشور في المقابل ثلاثة زيرية أيضا في فينال السوبر، أهلي في بداية الشوط الثاني، التسديدة من عطية والروح الجزائرية.